السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين، يومكم سعادة بإذن الله. النهارده بقى حلقتنا من الحلقات المحببة لقلبي، النهارده هنعمل شوية معجنات خطيرة ما بين الحلو والحادق وكمان اللي ينفع بين الاتنين، النهارده هنعمل مع بعض رولات الجبنة ودي هتبقى لذيذة جدا. الطلب مننا امبارح في فقرة السوشيال ميديا ان احنا نبدأ نعمل حاجات للمدارس ولما فكرتني ان احنا حلقتنا النهارده فيها حاجات فعلا تنفع لده، فالنهارده رولات الجبنة اللي احنا هنعملها دي هتبقى لطيفة جدا جدا للمدرسة بقى في النادي العشاء الفطار رايحين مشوار وعايزة اخد للولاد حاجات عشان هما ما بيصدقوا ويطلعوا من باب البيت ويقولوا احنا جعانين، فهتنفع جدا جدا. ميزتها بقى ان هي مش هتوقع حاجه على هدومهم والدنيا هتبقى لطيفه جدا. دي كده رولات الجبنه. هنعمل كمان مع بعض القرص الطريه بالبلح، البلح الاسود بقى في السوق دلوقتي فهنعمل بيه مفيد ولذيذ وطعمه حلو جدا، هنعمل بيه شويه قرص في منتهى الجمال. كمان عندنا صوابع الزعتر، دي قراقيش كده بالزعتر هتبقى لطيفه جدا لما ناكلها جنب الشاي وجبنه كده جبنه كريمي جبنه فيتا اي نوع جبنه بتحبوه هتبقى لذيذه، جبنه حادقه هتبقى حلوه قوي قوي جنبها. ده كده المنيو بتاعنا النهارده ان شاء الله، اتمنى ان الوصفات كلها تنال اعجابكم. قبل ما نبدا حلقتنا ونشوف اول وصفاتنا نفتكر مع بعض ارقام تليفوناتنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها من اي تليفون ارضي على 0900 900، اما الموبايل هيكون على 2600 وفي انتظار مكالماتكم. وبينا يلا نشوف المقادير وطريقه تحضير رولات الجبنه. تعالوا نشوف بقى هنحتاج ايه. 3 كوبايات من الدقيق، ويكون دي يفضل ان هو متعدد، يفضل ان هو مخبوزات بس ممكن نستخدم دقيق متعدد الاستخدام. كوبايه زبادي، هنحتاج 3 معالق كوبايه الزبادي، هنا كوبايه معياريه يا جماعه، الكوبايه اللي هنعير بيها الدقيق واللي هنعير بيها اللبن والميه كل حاجه. خلاص يبقى عندنا كوبايه زبادي، 3 معالق كبار من الزيت، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من السكر. هنحتاج كمان نص معلقه صغيره من الملح ونص كوبايه ميه دافيه. دي كده العجينه، والعجينه زي ما انتم شايفين كده عجينه كل مكوناتها ان شاء الله تكون في البيت. هنحتاج بقى للحشوه جبنه براميلي قطعه كده يعني نقول ايه 150 جرام مثلا، هنحتاج معلقتين من الجبنه الكريمي وفلفل رومي احمر واخضر واصفر لو فيه، هنقطعه مكعبات صغيره جدا. هنحتاج كمان بقدونس مفروم ودي هتكون الحشوه، حشوه بسيطه بس بتبقى طعمه ولذيذه جدا. كمان هنحتاج بقى لدهان الوش بيضايه مع معلقتين من الحليب، وهنحتاج سمسم محبه البركه. وبكده نكون خلصنا مقاديرنا النهارده زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله كلها حاجات يعني بسيطه. تعالوا بينا يلا نعجن. بدايه كده زي ما قلنا الدقيق ينفع دقيق مخبوزات جدا جدا ده الافضل، بس لو مش متاح هناخد دقيق متعدد الاستخدام. وابتدي انزله في العجان لو عندي عجان، مش عندي عجان هعجن بايديا. حطيت الدقيق وهحط معاه البيكنج باودر، وعندي هنا الخميره والسكر. لو عايزه تسرعي عمليه التخمير يفضل ان انا احط الخميره والسكر في الميه الدافيه واقلبهم واسيبهم 10 دقايق علشان يتفاعلوا. حاضر تمام، يبقى من الافضل ان انا بدوب الخميره مع السكر واسيبهم في مكان دافي علشان يخمروا ويتفاعلوا. ده منه اختبار للخميره ومنه كمان تسريع لوقت التخمير. خلاص بعرف منين بقى ان الخميره شغاله، بلاقي بقى فقاقيع كده طالعه ورغاوي طالعه كتير على الوش، ولو سبتها شويه بلاقيها ملت الكوبايه عندي اللي انا حاطه فيها الخميره والسكر. تمام تعالوا بينا بقى هنا هبتدي احط كمان الملح اللي هي نص معلقه صغيره من الملح، هقلبهم مع بعض. بعد ما نقلب المكونات ونبتدي بقى نعجن احط الكوبايه بتاعت الزبادي زي ما قلنا كده الكوبايه المعياريه، وابتدي احط بقى الخميره والسكر والميه اللي احنا دوبناهم مع بعض وابتدوا يتفاعلوا. يلا نقلبهم كده وننزلهم، طبعا المفروض ان انا اسيبهم 10 دقايق علشان
ألاحظ بنفسي مدى فاعلية الخميرة، بس أنا عشان عارفة الخميرة بتاعتي هحطها على طول. يلا بينا ننزل كده ونبدأ نشتغل. العجينة بتاعتي جمعت مع بعض، لو لقيتيها لينة حط لها شوية دقيق مفيش مشكلة خالص. تمام، انا شايفة كده ان العجينة معايا لينة شوية فاحتاج لها شوية دقيق هنحطهم مفيش مشكلة، عشان في ناس بتقول لي العجينة بتفضل طرية وما بتلمش معايا مهما اعجن فيها ومهما الم فيها. لا، احط لها شوية دقيق مفيش مشكلة خالص. فتعالوا بينا ناخد كده ايه معلقتين كبار من الدقيق هضيفهم واكمل عجن، وهيفضل معايا من بقيه مكونات العجينه معلقتين الزيت. تمام، دول هحطهم اخر حاجه خالص، نعجنهم مع بعض دقيقتين وخلاص. عايزه اوريكم بقى كده قوام العجينه بقى تمام جدا، والحله بتاعت العجان نطفت. تمام، بس لسه هنفضل نعجن فيها مده ما تقلش عن 10 دقائق عشان ناخد نتيجه مميزه. هحط بقى معلقتين زيت. تمام، واكمل عجن. تمام، ونكمل عجن بقى براحتنا. طب ايه رايكم هركن دلوقتي العجان واوريكم ازاي نشكل؟ بس الاول من الحاجات المهمة زي ما قلنا ان احنا هنعجن مدة ما تقلش عن 10 دقايق. خلاص عجننا وحطينا العجينة بتاعتنا في طبق عشان تخمر ويتضاعف حجمها فيه بالشكل ده. تمام، هتلاقي بقى العجينة زادت وعليت وخلاص خمرت يعني عليت خالص، الكمية اللي احنا كنا حاطينها اتضاعفت. تمام، بعد كده هنعمل ايه؟ تعالوا بينا ناخد كده رشة من الدقيق. نعم، قولوا لي عايزين ايه؟ اركن لكم العجان شوية كده. يا استاذ حمدي كويس معاك؟ هو انا مش سامعاكم بس ان شاء الله يبقى كويس. تمام، زي الفل. هاخد بقى نص العجينة واحاول ايه يعني ملعبش فيها، احطها زي ما هي كده واحطها بشكل ايه مستطيل شويه، واديها رشه من الدقيق على الوش وابتدي افردها. واخدين بالكم انا نزلتها كده وظبطتها على شكل ايه مستطيل شويه. هنجيب يلا النشابه ومعانا ندى. يا ندى الو، يا ندى، الو. طيب ميرسي يا ندى، حاولي تتصلي بينا تاني. دايما واحنا بنفرد العجين نخلي بالنا من ايه؟ ان العجينه بتاعتي ما تلزقش على الرخامه، فمن وقت للتاني كده هدي رشه من الدقيق بسيطه خالص عشان نتاكد كده ان الدنيا تمام، ونفرد العجينه مره بالطول مره بالعرض لغايه ما تظبط معانا بالقوام او بالسمك اللي احنا محتاجينه. حلو قوي، هنقلها كده كمان مره. هايل، احنا كده ظبطنا خلاص السمك. تمام، نبص مع بعض عليه. بصوا هو ده المطلوب بالشكل ده. هايل، خلصنا متاكده تمام ان العجينه بتاعتي مش لازقه ولا اي حاجه خالص. تعالوا بقى نظبط الحشوه.
زي ما قلت لكم الحشوه بتاعتنا النهارده حشوه بسيطه جدا، كانت عباره عن ايه؟ جبنه براميلي مع شويه فلفل كده اخضر احمر بقدونس، فياخد كده الفلفل واخد شويه من البقدونس، اخد كمان الجبنه الكريمي، وعندي الجبنه يا اسطنبولي يا براميلي، اي حاجه منهم الاثنين بيدونا طعم حلو واضح كده في المعجنات، ونسبة المية والسوائل فيهم قليلة، فده بيخلي معانا المعجنات طالعة مميزة جدا، عكس طبعا لما يكون الجبنة غنية بالسوائل فبتطري العجينة وبتبوظها معانا. فتعالوا بينا بقى كده، ممكن احط شوية كمان من الفلفل لانه بيدي طعم وبيدي كمان شكل حلو قوي. هبتدي اخد الخلطة واوزعها، هنوزعها بقى كويس كده على كل العجينة بتاعتنا، ونبتدي بقى علشان نعملها رول عارفين انتوا سندوتشات الجبنة كده اللي الفلفل دي هتبقى خطيرة. خلاص ظبطت الدنيا ووزعت الحشوة توزيعة كويسة وفردتها على العجينة كلها، تمام. تعالوا بينا بقى ايه نبتدي نعمل رول. نبتدي اخد الطرف كده والف، عندنا رول محترم من العجين اللي محشي بجبنه وفلفل. عندنا سجان غردي. طيب هناخد فرشه علشان ندهن كده، وناخد سكينه، وتعالوا بينا يلا. معلقه زيت ما تكتريش في الصاج، ونبدا كده ان احنا ايه نوزعها كويس جدا علشان العجينه بتاعتنا ما تلزقش. طيب كتر الزيت، هل لما اكتر زيت اضمن اكتر ان العجينه ما تلزقش؟ لا طبعا، كل ما هتكتري الزيت كل ما العجينه هتطلع معاكي سيئه جدا، تطلع ناشفه وهتطلع لونها مصفر كده وطعمها غريب، فعلشان كده راعي ان شويه الزيت اللي انت بتحطيهم لا يتعدوا المعلقه الكبيره، تمام. هنبتدي ناخد كده ونعمل قطع بقى زي ما بنعمل السينابون بالظبط، فبالشكل ده هقطع هي، وناخد بقى واحدة بواحدة وابتدي افردها شوية وارص بالشكل ده كده ونرص. حاضر كده ونرص ونسيب مسافات. ليه؟ علشان العجينة بتاعتنا لسه هتخمر، يعني بعد التشكيل بنسيبها تخمر مرة تانية، تمام بالشكل ده. طيب امتى اولع الفرن؟ اولع الفرن من ساعة ما هبدأ اشكل العجينة بتاعتي، لازم اشغل الفرن علشان على بال ما يسخن وياخد الحراره بتاعته المطلوبه يكون خلاص انا شكلت، لان التشكيل ما بياخدش وقت خالص زي ما هم شايفين كده. والتخمير الثاني بيبقى اسرع من التخمير الاولاني، يعني لو قعدت في التخمير الاولاني حوالي ساعه، التخمير الثاني يا دوبك نص ساعه، تمام. فيكون خلاص الفرن بقى بتاعنا بقى حامي وتمام التمام. انا كده خلصت تشكيل، هسيب الفطاير تخمر. طيب بعد ما بتخمر الفطاير بتاعتنا هيبقى شكلها بالشكل ده، هتلاقيها بقى خمرت وفتحت كده وكبرت وحجمها كبر. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا ان احنا عندنا بيضة ومعلقتين من الحليب، تعالوا بينا يلا نربهم مع بعض عشان ندهن بيهم بقى وش الفطاير بتاعتنا. ادي البيضة وادي الحليب
ونربهم كويس. وندهن بقى، ادهنيها كلها يعني، مش الاطرف بس، لا حتى الجزء اللي عليه الجبنه والفلفل ادهني كله. تمام بالشكل ده. طبعا هي خمرانه فمليانه بالهواء، فاحرصي دايما انك انت تتعاملي بحرص معاها خالص وبالراحه علشان التخمير والهواء اللي جواها ما يطلعش تاني، ونبقى فقدنا كل اللي احنا عملناه، والفطاير مهما عملنا فيها تطلع بقى ايه، مكتومه ومش هشه. واخدين بالكم الفلفل مدي شكل جميل ازاي؟ ودي اخر واحده، وفي النهايه يا نحطها كده في الفرن يا اما نضيف لها بقى حبه البركه مع السمسم. يعني دي إضافة مش مجرد إضافة جمالية، لا هي كمان مفيدة جدا جدا، سواء حبة البركة أو السمسم اللي غني بالكالسيوم. وحبة البركة بقى مذكورة يعني إن هي علاج من كل داء، فيعني هي مش بس كده شكل وطعم، لا بس دي فايدة كبيرة كمان. أحط كده من السمسم حبة زي الفل. خلصنا، يلا بينا بقى فرننا شغال وعلى اعلى درجه حراره، والشبكه قريبه من الارضيه فانا هقربها شويه. بسم الله، حلو قوي. يلا بينا ندخل بقى الفطاير علشان تستوي وتتحمر وتاخد لون لطيف وتطلع كده بألف هنا وشفا. اظن ولا اسهل من كده. زي ما اتفقنا العجينه تتعجن 10 دقايق، عشان كده انا هكملها واوريها لكم بعد الفاصل. هنطلع فاصل صغير خالص نرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. رجعنا لكم تاني وعملنا مع بعض رولات الجبنه الخطيره بطريقه سهله وبسيطه، وعجينه بجد لذيذه جدا وتطلع هشه وطريه. عايزه اوريكم دي العجينه بعد ما عجناها. اهم حاجه في الموضوع انك انت تعجنيها كويس جدا جدا، مده ما تقلش عن 10 دقائق، بحيث ان هي تكون ملسه وناعمه. تمام، وبصوا بتبقى بالشكل ده، اللي هي ولا طريه بتلزق في الايد ولا ناشفه. وبعد كده بنحطها في طبق مدهون دهنه خفيفه بالزيت ونغطي. تمام، اهم حاجه كيس بلاستيك الاول علشان الزيت، وبعد كده فوطه نظيفه ونركنها على جنب علشان تاخد وقتها في التخمير. طيب يلا بينا على الوصفه الثانيه على طول. وصفتنا الثانيه من الوصفات اللي كلنا بنعشقها، ومين فينا ما بيحبش القرص الطريه؟ بما ان البلح الاسود بقى منتشر دلوقتي في السوق ومفيد جدا وغني بالحديد اللي بيساعد الولاد ان هم يتخلصوا من الانيميا لا قدر الله لو عندهم، فهنعمل لهم النهارده قرص طريه بالبلح الاسود، لذيذة وسهلة وطعمة جدا جدا. فتعالوا نشوف المقادير يلا وطريقة التحضير. عندنا ايه بقى؟ عندي كيلو من الدقيق. طبعا تقدري لو انت عايز تعملي كمية صغيرة انك انت تنصصي كل المقادير، مش الدقيق بس يعني، كل حاجة تبقى النص. فهنحتاج كيلو من الدقيق، كوباية زبدة على زيت، معلقتين كبار من القشطة البلدي، كوباية زبادي، كوباية مية دافية، كمان 3 معالق كبار من اللبن البودر اذا توفر، مش متوفر مفيش مشكله، باكو بيكنج باودر، تمام، اللي هي بمقام معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين كبار من السكر، ورشه ملح. دي كده مقادير القرص الطريه الساده. هنحشيها بالبلح، فهنجيب البلح هنغسله ونقشره ونشيل النوايا منه ونهرسه علشان يبقى معانا بالشكل ده، بس كده. فيلا بينا بقى نعجن القرص بتاعتنا. هجيب ممكن حلة، الحلة دي هحط بس الزبدة مع الزيت علشان أفكهم ويبقوا دافيين، عشان يساعدوا كده إن العجينة بتاعتي تخمر أوام. نفس الكلام هحط معهم القشطة، ونحط الزبادي كمان. كل الحاجات دي تفك مع بعضها على النار، تمام، علشان تبقى دافية. مش بقولك ادحيها، لا، يا دوبك تبقى دافية علشان تساعد معايا في تخمير العجينة وتسرعه بسرعة، بس كده. يبقى انا حطيت
خليط الزبده والزيت والقشطه والزبادي طبعا بالمعايير اللي احنا قلناها، ولو حابه انك انت تقللي المقدار زي ما احنا عاملين، احنا عاملين نص دلوقتي، فتقدري انك انت تنصصي كل المقادير مش الدقيق بس، عشان في ناس بتسالني هعمل نص كيلو قرص، اعمل نص كيلو دقيق بس واكمل بقيه المقادير، لا طبعا هتضعفي تضعفي كل المقادير، هتقللي تقللي كل المقادير. على ما الخليط ده يبقى دافي كده على النار، تعالوا بينا بقى في العجان هحط الدقيق واحط اللبن بودر لو متاح زي ما قلنا، البيكنج بودر، الخميرة والسكر، وما تنسيش ابدا ذرة الملح اللي بتظبط طعم المعجنات بتاعتنا. وهنا على كمية الكيلو دقيق نص معلقة صغيرة من الملح كفاية جدا. بينا نقلب الخليط ده اللي هو الخليط الجاف ده مع بعضه. قلبناهم تمام، تعالوا بينا بقى نرجع للزبده والزيت والقشطه والزبادي اللي محطوطين على النار علشان نسيحهم بس كده وندفيهم. واول ما نلاقيهم دفيوا بس اوعي تسخنيهم جامد، علشان لو حطيناهم هم سخنين على الدقيق هيموتوا الخميره وبالتالي القرص مش هتنجح معاكي، فيا دوبك يبقوا دافيين فقط لا غير. تمام، كده خلاص الخليط بدأ هو يدفى. حد قال لي بعمل القرص ومش ايه ومش بتطلع طريه، شوف اللي في الفرن الاول حلو قوي. هلف الصاج علشان في ناحيه احمرت عن ناحيه، وادخل علشان اكمل تاني بقيه التسويه، لازم كده تبقى عينينا على الفرن بتاعنا. بتقولي اللي بعمل القرص الطريه ومهما عملت مش بتطلع طريه معايا، لازم عجينه القرص تبقى طريه، العجينه نفسها لازم تبقى طريه، لو العجينه ناشفه بتنشف معاكي. حاجه كمان ما تقوليش بقى انا هزود حته قشطه كمان وحته زبده كمان عشان يبقى طعمها حلو، الدهون الزياده بتخليها تنشف معاكي، اول ما تطلع من الفرن تبقى طريه وتقعد فتنشف تماما، فراعي الحته دي. الفرن بتاعك لازم يكون سخن جدا جدا علشان القرص ما بتحتاجش وقت طويل في التسويه، كل ما هتقعد على النار كل ما هتنشف معاكي. كده حلو قوي، انا مش عايزه اكتر من كده، دفيت بس مش اكتر. تعالوا بينا بقى نحط الخليط ده السايل ده على الخليط الجاف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وتاني باكد عليكي ان الخليط يبقى دافي ما يبقاش سخن عشان الخميره ما تموتش، ويلا بينا نعجن. حوالي نص كوبايه من الميه الدافيه هننزل بيها شويه بشويه لغايه ما العجينه خلاص تلم معانا ويبقى قوامها مظبوط تمام التمام. الله بقى، يعني بجد تحفة جدا، ريحتها وشكلها طعمها بيبقى خطير، ينفع نصغر الحجم شوية ونديها للولاد في اللانش بوكس هتبقى تحفة جدا، واحدة كده جنب كوباية شاي أو شاي بلبن في الفطار أو في العشاء، فبجد خطيرة يا جماعة بجد، جربوها إن شاء الله تعجبكم.
لكم بقى عجينة القرص وقد ايه لازم تكون معاكي وفي ايديكي طريه. احنا كده خلاص خلصنا عجنها ما شاء الله، لا قوه الا بالله. بجد العجينه نفسها حكايه. بصوا العجينه اتعجنت خلاص، مش محتاجين اكتر من كده. تمام، العجينه عامله ازاي في ايديا، بصوا طريه جدا، بصوا عامله ازاي، تحفه ما شاء الله. هلمها بقى واحطها في طبق. وبما ان العجينه بتاعتنا فيها دهون بما فيه الكفاية فمش محتاجين خالص ان احنا ندهن الطبق بتاعنا، فهحط العجينة واسيبها تخمر لغاية ما يتضاعف حجمها وتملى معايا الطبق. اهم حاجة بس ان احنا نغطيها علشان وشها ما ينشفش، والفوطة نظيفة بعد كده وبنركنها في مكان دافي. بعد ما تخمر ويتضاعف حجمها تعالوا بينا بقى ايه، احنا مجهزين البلح الاسود زي ما قلتلكم. البلح الاسود دلوقتي في السوق بنجيبه بنغسله ونصفيه كويس من المية، وبعد كده بنقشره ونشيل النوايا ونحشي بيه، نهرسه بقى ونحشي بيه. مش محتاج خالص اضافة مادة دهنية لانه طري جدا. فتعالوا بينا يلا، العجينة بتاعت القرص بعد ما بتخمر بنشكلها كور متساوية الحجم علشان اقدر ان انا احشيها واشتغل فيها على طول. تمام، وزي ما انتم شايفين كده لازم كمان تكون متغطية، الكور كلها متغطية ببلاستيك وبفوطة علشان الوش بتاعها يفضل طري زي ما هو. فبمسك كل كورة كده افتحها بالشكل ده، تمام اهو، واخد جزء من الحشوة واحطه في النص وابتدي ان انا اقفل القرصه بتاعتي بالشكل ده. تمام، وبعد كده ببتدي افردها زي الفل. ايه رايكم نجيب بقى صاج، والصاج ده لازم يدهن زيت عشان زي ما قلنا المعجنات بس بتاعتنا ما تلزقش فيه، فنقطة زيت صغيرة ما تكتريش تتوزع على الصاج كله. هايل، ونرص بقى. تعالوا نشكل واحدة كمان اهو، بناخد القرصة بالشكل ده او الكوره اللي احنا مكورينها وابتدي افتحها كده، اخد جزء من الحشوه واحطها وابتدي اقفل عليها. وبعدين نفردها تاني. هايل، خلي بالك ما ترفعيش القراص جامد. ليه؟ علشان ما تنشفش معاكي برضو في الفرن، لازم تكون سمكها حوالي سنتي بالشكل ده. بصوا معايا كده باين معانا خالص اهو، هو ده السمك اللي احنا عايزينه زي الفل. ونرص بقى على مسافات علشان هي لسه هتخمر وتتضاعف حجمها. ده شكلها بعد ما خمرت وجهزت ان احنا ندخلها الفرن. قبل ما ندخلها الفرن بالشوكة كده، وهعمل لها كده كده، ناقص واحدة. فرن حامي جدا على أعلى درجة حرارة وعلى الرف الأقرب للأرضية علشان نسوي فيه القراص الطرية. يلا بينا. مش هتاخد 10 دقايق وهتكون طالعة معاكي تحفه واخده لون حلو قوي قوي وطالعه طريه وهشه وجميله جدا. ايه رايكم تيجوا نطلع فاصل صغير خالص، اكمل انا بقى براحتي الحشوه بتاعه القرص وارجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
رجعنا لكم تاني، ولازم نسيب المعجنات بتاعتنا على الصاج لغايه ما تهدى شويه، ما تشيلهاش ابدا وهي لسه سخنه. بصوا خطيره، واللون من تحت تحفه ما شاء الله. فوق بس ونرصها بقى، يا خبر طريه بقى، مش قادره اقول لكم. بصوا عامله ازاي، سفنج يا جماعه سفنج، بصوا طريه جدا ما شاء الله. والطعم بقى حكايه. هايل، نشيل بقى ده هنا خالص. القرص بتاعتنا اللي بالبلح الاسود في الفرن، وتعالوا نبص عليها. ومحتاجين ان احنا نلف الصاج بتاعنا لفه كده في الفرن علشان كله ياخد نفس لون التسويه بالظبط. خبر على الجمال، تحفه. في الفاصل شكلنا بقيه القرص بتاعتنا، هنستنى تخمر شويه تمام، وبعد كده نشكشكها بالشوكه وندخلها الفرن على طول. فاضل معانا بقى وصفه هايله جدا. الزعتر من الحاجات الحلوه قوي والمفيده جدا، خاصه لذاكره الولاد والكبار والله. داخلين بقى على المدارس، انا حاسه ان الحلقه النهارده كلها تنفع جدا في المدرسه. فالزعتر زي ما قلت لكم من الحاجات المفيده جدا، هيساعد الولاد كده على التركيز ايام الدراسه. فتعالوا بينا نعمل لهم شويه قرقيش بالزعتر، ينفع ياخدوها معاهم المدرسه، ينفع يفطروا بيها الصبح او يتعشوا بيها مع اي نوع جبنه هم بيحبوه، النتيجه بجد هتعجبهم جدا. فتعالوا بينا يلا نقول مقاديرنا الاول. مقادير صوابع الزعتر: كيلو من الدقيق، عندنا كوبايه سمنه، كوبايه زيت، كوبايه حليب دافي، وعندنا كمان كوبايه ميه دافيه، معلقتين كبار سمسم محمص، ونص كوبايه زعتر الحلبي اللي هو الزعتر اللي بيبقى بسمسم ده يا جماعه المفروم ده، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من السكر، ونص معلقه صغيره من الملح. دي كده مقادير العجينه بتاعتنا، اشبه ما تكون بالقراقيش بس قراقيش بالزعتر تمام. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. بدايه هاخد السمنه والزيت واحطهم على النار. فتعالوا بينا كده ناخد الطاسه دي، هدفيهم شويه، نقدر نستخدم الكوبايتين زيت تمام، ونحط كده على النار عشان يسخنوا، ونروح نشوف القرص الخطيره بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. هي دي القرص اللي احنا دخلناها مع بعض، شايفين جمالها تحفه ما شاء الله. عايزه بقى ايه، ادخل الصوابع الزعتر دي، وبعدين هنشوف احنا هنعملها ازاي، بس ادخلها يلا عشان تستوي. هنا بقى دي تسويتها مختلفه، قلنا كله على اعلى درجه حراره والرف اقرب للارضيه والكلام ده كله. هنا بقى الوضع غير، هعمل ايه؟ هرفع الشبكه تبقى في النص، انا هسوي نوع من البسكوتات او المقرمشات، فمحتاجه ان النار تكون مش عاليه قوي علشان القراقيش او البسكوته دي تستوي، وفي نفس الوقت تبقى مقرمشه. وهدي النار، احنا كنا على اعلى درجه حراره، فهنرجع بقى لل 170 بس كده. نشغل بقى كده. جهزت الفرن بتاعي، انا هستنى شويه عشان درجه الحراره تظبط، عشان هي كانت عاليه قوي. هستنى شويه وبعدين هدخل صوابع الزعتر علشان تستوي في الفرن زي ما اتفقنا، الفرن يكون على درجه حراره 170. تعالوا بينا بقى نشتغل. هحط الدقيق في العجان، هحط معاه السمسم المحمص والزعتر. ما ننساش نحط الملح، السكر، وحط كمان الخميرة ونقلب. مجرد ما السمنه والزيت دفيوا دفيوا بس، هبتدي احطهم على الخليط بتاع الدقيق.
وتعالوا بينا نكمل ونبستهم شوية. الاقي كده ان الدقيق بقى عامل زي حبيبات الرمله. بصوا بقى عامل بالشكل ده. تمام، هبتدي بقى ان انا انزل الميه بتاعتنا، الميه او اللبن تمام المتاح عندنا. فتعالوا بينا ننزل يلا عشان تتكون معايا عجينه سهله التشكيل. بقى انا مش محتاجه اعجن كتير، مجرد بس ما الاقي العجينه اتشكلت معايا خلاص انا بكتفي بكده عشان ما يبقاش للبسكوتات بتاعتنا دي عرق. فايه دي العجينه بتاعتنا اهي. تمام، اتاكد بس ان هي جمعت مع بعض وخلاص. وتكونت معانا عجينه سهلة التشكيل زي ما انتم شايفين كده. تمام زي الفل. هنسيبها برضو تخمر وقت صغير على البال بس ايه ما ترفع معانا كده. نحطها كده في طبق غويط ونغطيها ونسيبها برضو تخمر ويتضاعف حجمها ونغطي. حالا احنا خلصنا العجان خالص، احنا نقدر نشيله تماما بقى. ايه رايك كده استاذ حمدي؟ زي الفل. تسلم. الفرن بتاعنا خلاص ظبطت درجه حرارته وهدي. تعالوا نحط بقى فيه صوابع الزعتر علشان تستوي على الرف الوسطاني على درجه حراره 170 علشان تستوي معانا وتبقى مقرمشه. ناس كتير بتكلمني تقول لي القراقيش بعملها وبنفس المقادير والدنيا تمام، مشكلتها بس معايا ان هي من جوه بتبقى مش مستويه او معجنه. ده دليل ان كان الفرن حامي عليها، اخدت اللون وهي لسه جوه عجينه ما اخدتش راحتها وما اخدتش وقتها في التسويه. فتسويه القراقيش او الحاجات المقرمشه عموما زي اللي احنا عاملينها النهارده مثلا بتحتاج، والبسكوتات والكلام ده كله بتحتاج درجه حراره اقل شويه من المعجنات اللي احنا عايزينها تطلع معانا طريه وهشه. تمام، تعالوا بينا نشكل بقى صوابع الزعتر. جزء من العجينة اللي خمرت، دايما العجينة بتاعتنا في جميع مراحل تخميرها وتشكيلها لازم على طول تكون متغطية. تعالوا بينا بقى نفردها كده. نجيب النشابة، ممكن نفرد بقى على كيس تلاجة أو كيس سندوتشات. ولازم يكون الارتفاع كله أو سمك العجينة كلها زي بعضها. اللي يعني بإيديا أكتر بحس بيها وبشوف كده الدنيا عاملة إزاي، كله يكون نفس السمك بالشكل ده. حلو قوي، هايل. خلاص فردناها بشكل مستطيل. هنجيب يا قطاعه
يا اما سكينه. كان في قطعه مشرشره عندنا كده، هل موجوده؟ او العجل المشرشر ده فين؟ لو مش موجوده خلاص نتعامل بالسكينه. الاول احضر صاج، احنا ممكن نسوي مكان القرص لو مفيش صاج جاهز دلوقتي. ها قولولي. الله، بصوا القرص، شايفين الجمال؟ بصوا بصوا طريه ازاي، ما شاء الله بجد. والبلح فيها شكله يفتح النفس وريحته كمان. حلو قوي. الصاج بتاعنا لطيف والله ومدهون لسه بالزيت، فمش محتاجين اكتر من كده. فتعالوا بينا بقى ناخد كده شكل ايه، صباع صباع كده. مثلا هناخد ده ونبدا ان احنا ايه نلفه حوالين بعضه اهو، واحطه في الصاج كده. عايزين نعمل طويل قصير زي ما احنا عايزين بنفس الشكل اللي احنا شغالين بيه كده. عايزاها تعمليها صوابع عاديه جدا زي بتاعه القراقيش برضو، مفيش مشكله خالص. تمام، عايزة اخليهم كلهم قصيرين شوية. بنسيب ما بين كل واحد والتاني كده فراغ. اتفضلي يا استاذ حمدي. استاذ حمدي ايه الصوت، ايه الصوت، اه خلاص تمام. تمام، اظن التشكيل سهل جدا. بنخلص بقى ونسيبها كده نصايه على ما فرننا يظبط ويسخن. نبتدي ندخل على طول ونخبز على درجة حرارة 170 على الرف الوسطاني. اظن ما فيش اسهل من كده، يعني عاملين شوية حاجات النهاردة بجد تحفة جدا جدا. والتشكيل زي ما انتم شايفين سهل وبسيط، وفي ثواني هتكوني مخلصة الكمية اللي انت بتعمليها. طيب نعم، لا لسه بدري. طيب ايه رايكم نطلع فاصل بقى صغير خالص، نرجع من بعدين نقدم كل حاجتنا وهتروحوا في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا مع بعض شوية معجنات بقى، فتحنا الفرن زي ما بنقول، يعني شوية معجنات تحفة جدا جدا. عملنا القرص الطرية بالعجوة، عملنا رولات الجبنة بالفلفل خطيرة، وعملنا كمان صوابع الزعتر، يعني كل حاجة فيهم بتتميز بحاجة غير التانية خالص. أتمنى تجربوهم. كتير كتبولي ان احنا محتاجين ان تعدلنا تاني المقادير وتقولولنا الطريقة بسرعة في نهاية الحلقة، علشان لو ملحقناش حاجة من الاول. فالنهاردة قررنا انا واستاذ حمدي ان احنا نعد لكم تاني المقادير وتشوفوا بقى، واقول لكم سريعا كده احنا عملنا ايه. يلا استاذ حمدي هتبدأ بايه؟ رولات الجبنة. ورولات الجبنة كانت مقاديرها 3 كوبايات من الدقيق وكوباية زبادي، 3 معالق كبار زيت، ومعلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره سكر، ونص معلقه صغيره ملح، ونص كوبايه ميه دافيه.
الحشوه كانت جبنه براميلي محطوط عليها جبنه كريمي حوالي معلقتين كده، فلفل رومي اخضر واحمر، وكمان عندنا شويه بقدونس صغننين، وعشان ندهن الوش ونلمعه بيضه مع معلقتين حليب ورشه سمسم وحبه البركه. تعالوا نقول سريعا كده قبل ما ننزل مقادير حاجه تانيه عملناها ازاي. حطينا الدقيق والمكونات الجافه بقى ملح والبيكنج باودر وقلبناهم مع بعض. جبنا الميه الدافيه حطينا فيها الخميره والسكر وقلبناهم وسبناهم 10 دقائق. بعد كده نزلنا بالزبادي والميه الدافيه وعجننا، واللي حسينا ان العجينه لينه قوي وملزقه تزود لها دقيق لغايه ما تربط معاكي والدنيا تبقى مظبوطه. وبعد كده اخر حاجه بنحط معلقتين الزيت ونكمل عجن. اهم حاجه انك تعجني مده متواصله حوالي 10 دقائق. بعد ما عجننا هنسيب العجينه تخمر، بعد ما تخمر رش الدقيق وهنبتدي نفردها على شكل مربع كاننا بالظبط هنعمل سينابون. وبعد كده بنحط الحشوه بتاعتنا بعد ما نقلبها مع بعض، اللي هي كانت عباره عن جبنه براميلي مع جبنه كريمي مع فلفل وبقدونس، قلبناهم كويس وبدانا نوزعهم فوق العجينه ولفيناها رول قطعناها قطع وبقت معانا بالشكل ده. دهناها بقى بالبيضه مع الحليب، وبعد كده رشينا الوش سمسم وحبه البركه، دخلناها فرن حامي جدا على اعلى درجه حراره والشبكه قريبه من الارضيه لغايه ما احمرت واخدت معانا اللون والشكل ده. اهي طالعه معانا خطيره. زي الفل. كوبايه شاي بلبن بقى او شاي بنعناع جنب الفطار او العشاء فهتبقى حاجه حلو قوي. دي كانت رولات الجبنه بالفلفل. ناخد بقى ايه؟ صوابع الزعتر. وصوابع الزعتر زي ما قلنا الزعتر له فوائد كبيره جدا جدا، وهتبقى لذيذه برده مع كوبايه شاي كده ونغمسها كده في جبنه، اي نوع جبنه حتى لو جبنه حادقه بتبقى حلوه قوي. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها. كنا عملنا ايه؟ كيلو من الدقيق حطينا له كوبايه سمنه وكوبايه زيت كوبايه حليب كوبايه ميه دافيه، معلقتين كبار من السمسم المحمص، نص كوبايه زعتر حلبي، وكمان معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره سكر، ونص معلقه صغيره من الملح. عملنا ايه بقى؟ حطينا السمنه والزيت على النار يسخنوا يبقوا دافيين، وحطينا في العجان الدقيق بقى مع السمسم والزعتر والخميره والسكر والملح، كل حاجه حطيناها قلبناهم مع بعض. نزلنا بالسمنه والزيت، بسينا العجينه كويس، وبعد ما بسيناها حطينا بقى الحليب الدافي واخيرا الميه الدافيه حبه بحبه لغايه ما العجينه بتاعتنا ظبطت وبقت عجينه لينه وحلوه. بعد كده فردناها شكلناها الشكل اللي انتوا شايفينه ده الصوابع دي، وسبناها لا الاول خمرناها وبعد كده شكلناها صوابع، وبعد كده بنسيبها تخمر نص ساعه تاني، وبعد كده بندخلها على الفرن. ونروح نبص على الفرن. تسويه الصوابع بتاعه الزعتر محتاجه تسويه هاديه على نار هاديه يعني على درجه حراره 170، والرف في النص زي ما انتم شايفين كده لسه شويه. تعالوا نبص عليها بصه، بصوا لونها من تحت خطيره ومن فوق. الاهم من كده ان هي خفيفه، ده دليل على ان مفيش عجينه جوه يعني هتلاقيها مقرمشه معاكي. هدخلها بس دقيقتين واطلعها تاني على طول. يبقى التسويه بتفرق معانا جدا جدا، بتخلي حاجه تطلع معانا مقرمشه وحاجه تطلع معانا طريه، فده بيفرق جدا في التسويه ودرجات الحراره والشبكه او الصاج بتاعنا محطوط فوق محطوط تحت محطوط في النص على حسب. ودي كانت صوابع الزعتر. تعالوا بينا نشوف بقى عملنا ايه تاني. القرص بقى العشق بقى، القرص بالبلح الاسود. والبلح الاسود زي ما قلنا دلوقتي في السوق كتير، فيلا نستغله بسرعه. احتاجنا ايه للعجينه؟ كيلو دقيق، كوبايه زبده على زيت، ومعلقتين كبار قشطه اللي هي القشطه بتاعت وش اللبن يا جماعه، كوبايه زبادي، كوبايه ميه دافيه، 3 معالق كبار لبن باودر لو متوفر، باكو بيكنج باودر، ومعلقه كبيره خميره فوريه، ومعلقتين كبار سكر، رشه ملح. اما الحشوه فكانت بلح اسود رطب. طيب عملنا ايه؟ عجينه القرص عجينه من العجائن السهله اللذيذه جدا. انا اخدت الزبده والزيت والزبادي والقشطه حطيتهم كلهم وحطيتهم على النار عشان بس يسيحوا كده ويبقوا دافيين. اخدت الدقيق وحطيته ومعاه اللبن الباودر والبيكنج باودر والملح.
اما السكر والخميره فدوبتهم في الميه الدافيه وسبتهم يخمروا. بعد كده نزلنا بقى بكل المكونات، حطينا القشطه والزبادي والسمنه او الزبده والزيت بعد ما دفيوا على الدقيق اللي احنا قلبناه، وبعدين حطينا الميه الدافيه، عجننا كله مع بعضه لغايه ما اتكونت معايا عجينه طريه جدا علشان تطلع معايا القرص زي ما انتم شايفين كده، قرص طريه خالص بالشكل ده. شايفين؟ بصوا من تحت طعمها تحفه، احنا دقناها الحمد لله طلعت تحفه جدا. وادي الحشوه من جوه، بصوا البلح الاسود خطيره يا جماعه بجد، لازم تجربوها. وهميه زي ما قلنا التسويه عليها عامل كبير، بعد ما بنعجن بنخمر العجينه وبعد كده ببتدي اشكلها كور واغطيها ترتاح يعني 5 دقايق بالظبط كده. ابتدي اخد كل كوره، اخد معلقه من البلح الاسود اللي احنا غسلناه وصفيناه كويس قشرناه شلنا النوايا وهرسناه، باخد منه جزء واحطه في جوه الكوره كده واقفل عليها وبططها بحيث ان كل القرص تبقى بسمك سنتي. نسيبها ترتاح نص ساعه تمام، ومن غير ما ندهن الوش اي حاجه، هي مش محتاجه، بندخلها على اعلى درجه حراره على الرف الاقرب للارضيه علشان تطلع معاكي بالشكل ده تمام. ده انتم مدلعيننا النهارده دي جبنه كريمي ممكن نقدمها كده جنب صوابع الزعتر، احنا ممكن نديها واحده شيري بس كده في النص، مش محتاجين اكتر منها. وجري نروح نطلع صوابع الزعتر بتاعتنا اللي احنا سويناها مع بعض. لا ريحتها لوحدها حكايه، زي ما قلت لكم الزعتر مفيد جدا. بصوا الجمال، بصوا اللون من تحت، تسويه ما شاء الله خفيفه خالص. طبعا هي سخنه بس بصوا لو جينا نقسمها هتلاقوها من جوه مفرغه ومورقه تمام، تحفه ما شاء الله اللهم بارك. سيبيها بقى تبرد خالص على الصاج زي ما قلنا، اي نوع من انواع المعجنات سيبيه يهدى شويه تمام، تشيلوش هو سخن قوي، وبعد ما يهدى شويه نبتدي نشيله. طيب لو معجنات طريه وخايفه عليها ان انا اسيبها في الصاج كده فتنشف، غطيها بفوطه منديه يعني هبل الفوطه واعصرها كويس قوي قوي، وبعد كده هحطها على الصاج واسيبها تنشف براحتها تبرد، المعجنه تبرد براحتها وهي متغطيه بالفوطه المنديه. اللي هيحصل ان هي كمان هتخليها طريه اكتر، لو وشها مثلا ناشف شويه لا الفوطه هتطريها معاكي وهتخليها خطيره. دي كانت وصفاتنا النهارده، احنا نزلنا بكل يا استاذ حمدي صح؟ الحمد لله. هلف بس الصاج بتاع القرص اللي احنا دخلناه ما شاء الله. بصوا يا جماعه القرص منفوخه خالص ما شاء الله. حد يقول لي بقى انت ليه شكشكتي القرص بالشوكه واحنا ممكن اصلا نعملها مقفوله، بس البلح الاسود الرطب بيبقى فيه نسبه ميه، فانا لو ما شكشكتهوش بالشوكه كده ممكن يفتح مني القرصه من اي اتجاه، فعلشان نتلاشى الموضوع ده وتطلع القرصه معاكي مظبوطه ومش مفتوحه من اي اتجاه، فبالشوكه بنعمل لها كام شكه من فوق كده عشان تظبط معاكي. دي كانت حلقتنا، اتمنى اكون افدتكم النهارده، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم. هستناكم تجربوا الوصفات دي ضروري وتقولوا لي رايكم ايه. هنستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومه. كنت معاكم فاطمه بوحاتي، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.